and life, so it has a meaning. Yeah.
نمی زنی هم عمل اقتصاد اقتصاد بشوی عمل فوقانی عمل شان صديح الفاسق استعمل الحق فلاح لله أفضل على غيرتي مش حاضر حياتي خلت في ساعتين يا عم يا عم ايه زين غني تصدق انت مستعد تدفع تذكرتين مش تذكره واحده قفشتيني انت قفشتيني يعني تدفع تذكرتين مش واحده ليه عشان صوتي حلو تحفه بغني تاني بقى كل اغنيه بتكتب اغني لك استنى كل اغنيه بتكتب طب اغني لك الف اغنيه واغنيها لي كده رسم انت هتقلب كمان انا بقلب انا كتبت اغاني كتير وبعتها لمغنيين ومحدش منهم عبرني ده طبيعي انت المفروض اصلا ما تصورش بس لا على فكره يعني ممكن تدي ما بتعرفيش تغني بس بتكتبي اغاني جامده فاشل ولما ما ينفعش ربنا ياخد منك كل حاجه يعني بقى مش لازم الصوت ياخد منك حاجه يعني مش لازم في الغنى مش لازم في الفن ممكن يكون مديك حاجه في حته ثانيه يعني في حته ثانيه فين حاجه علميه لا ليه 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 غنى يا ناقصه غنى يعني ما انا عندي ولا احنا بنستسلم وبعدين ما هو يعني المؤاخذة يعني كل اللي ماشي كده في السوق ده هو غنى ده والرأس، جرب رأسك كده؟ امبارح رأسة الموت فاضل، يلا لا، يعني استهى خلاص ممكن تخميله كده في الطبيعة هو عايزين نتكلم عن بداية الحياة اه ده الموضوع اللي المفروض نتكلم عنه اصلا؟ احنا جايين عشان بص انا تحت ورا اتفرجت كده مش بس فاضل فيه ايه احنا ممكن نتخيل كل عن حياة تانية هيبقى سبب ازاي جايز ما يكونش ليها شكل اساسا جايز يكون في معيار تاني للتفكير مصر اي مش لازم يعني مش شكله لا او هو عايز انا عايز ابقى صباح الخير يعني عندي سؤال ايه هي صباح الخير لو يقدر يبقى عنده سوبر باور ازاي عايز يعني عندي قوة ان انا اغلب الناس من بعض شرير حلو اتفرج على الناس مين تاني انا احسن مش واصل طلع اصلا لا شفت بس عايز اعرف
حته بس هنا انا عايزه اخد حته. اه وان فلاج لو انت صار في كل حته. I don't want a superpower. My superpower would be ان انا ايوه افجر كل البوردرز واخلي كل ارضيه حته واحده فكل الناس تعرف تروح كل حته. اوكي ماشي بس وقفنا ما استراتيجي ده كنت بقول هقول غير البورد ولا ده. Yeah that would be fun. No 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 no